ناخد فكرة كويسة، جولة نتكلم على الهرم الكبير والجبانة الشرقية، الجبانة الملكية. نعم دكتور. راح ايطاليا خمر وصاغ وكده، لكن قبل ما يموت قال لهم يا جماعة انا ما حسيتش ان انا عشت غير في مصر، فكلموا دقشوا مع الحكومة المصرية ودفنوه في جنازة سرية الرفاع مع ابوه مع هو فؤاد وخشيار وفريال وشار هاني واسماعيل زوجات الثلاثة المصرية والتركية والفرنسية والراجل الطيب اللي هو صاحب الجامع اللي هو شغل في الشام ده اللي هو الرفاعي الشيخ الرفاعي الشيخ الرفاعي اللي هو علي ابي شباك علي بن شباك محمد رضا بهلاوي. طب ايه اللي جاب شيخ رغم ان كلهم اتراش كده بتاعت الثوره قامت الثوره قامت عليه حاجه ايوه بتاعت محمد الثوره قامت عليه في السنه الثوره ايه اللي خلاهم يرموه مع دول سنه 79 ما هو جه كان خد الحاجه اللي هي اسمها البوليتيكال بروتكشن يعني اللي هو الحمايه السياسيه او بيسموها الهجوم السياسي، لكن هو ايه اللي دفنه هنا يا جماعه بردك مع الجماعه دول عشان كان متجوز الاميره فوزيه اخت الملك فاروق لانه هو كان واحد من العيله خلاص فاعتبروه ان هو واحد منهم هو فده اللي بيميز جامع الرفاعه ان هو اللي عايز يشوف سواء الاتراك دول الاضرحه بتاعتهم مع محمد رضا بهلاوي يروح يزور جامع الرفاعه. Take one step at a time.